مساء الفل، يا مساء الجمال، يا مساء السكر، عليه حبه شطه. ازيكم؟ وحشتونا. واهلا بيك يا عباس مره تانية. بتدور على ايه يا بابا؟ عمال رايح جاي رايح جاي. عمال ادور على الطاجن. الطاجن هنجيب لك طاجن، بس انت هتعمل حاجات النهارده جامده جدا. وانا سي فود برضو. انا عارفه، بس انا بحب ده بقى. انا بحب النقانيق بتاعت السي فود. يعني النهارده عباس هيعمل طاجن يخني سي فود. يخني، ودي اكيد ليها تركه. يخني دي اشمعنى يخني؟ يعني عشان مكمر، يعني خلطبيطه. الله، انا جعانه. طاجن يخني سي فود. سي فود، وهتعمل اختلف مع الشركة. اوكي. ولكن كان مطعم قوي جدا 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 جدا، واخدت فيه اول درس عمايل سوشي مع راجل ياباني. هو بالسوشي؟ اوكي. وانا مش عارفه اعمل صوابع زينة. صوابع مفيدة. فين الصورة يا ست المخرج؟ استنى بقى، ما تقعدش تغلس. وهيعمل رز بالشبت والليمون. عشان يمشي مع ومرقة مرقة سمك. اوكي. وانا الحلو عليا كالعاده جلاش بالكاستر. لا مش كنافه، جلاش بالكاستر. بموت فيه، بموت فيه. طب يعني هي نفس عجينه البقلاوه. يا لهوي على الزرافه. جلاش جلاش جلاش. طيب فيلو. فيلو دو اسمها كده. اعمل لي فيلو دو. المقادير، المقادير عندنا سمك فيليه. اوكي. اختاروا سمك الفيليه اللي انتوا عايزينه. عايزين قشر بياض، عايزين بلطي شغال جدا، كالاماري متقطع، جمبري، وفي هنتبلهم الاول. اوكي. في بوله. انا انت عايز انا احنا عايزين ياسمين. الشيف عايز برام. عباس عايز. ما ممكن استعمل بقى بايركس من جوه. هتدخله في بايركس. هتدخله في بايركس. اوكي.
بدبل البصل كمان في زيت زيتون مع الثوم، اعمل الخلطه كلها على بعضيها. اوكي اهو. اوكي عباس. نعم يا فندم. انا هحط البيض مع السكر مع البتاع ده برضو مع الفانيليا اهو في اللبن وهو متدفي. عرفت مين الحيوان اللي بيشم بلسانه؟ مين الحيوان اللي بيشم بلسانه؟ لازم تقولي الحيوان. ايوه عشان اشرح للناس الحيوان. لا يعني وانت بتقولي الحيوان ايوه حاسس ان انت في شخص في دماغك. لا ابسلوتلي لا قدر الله. لا لا دون لا لا بليز بليز بليز. طيب انا خمنت ان هو التعبان. هو التعبان. شاطر برافو عليك. طيب انا كده حطيت الجزء الاولاني في اللبن. طبعا اللبن كل اللي بعمله ان هو ما بيغليش مني عشان كده بطلعه. وهو هضرب بقى حاجه تانية. ادي حبه لبن حبه دقيق وحبه نشا. كده انا قسمت طريقه عمل الكاستر على حاجتين. لبن شويه بيتدفى وبحط صفار بيضه وبحط حبه سكر وبحط فانيليا بضربهم مع بعض وبعدين يتحطوا على اللبن. عايزه اهو 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 العفو العفو افتكرها. وبرده بضربها كويس قوي. شايفني انا شاطره؟ شايفك كنت شاطره. واهو واقوم مطلعه كل الميكس ده هيبقى كاستر واطلعه على النار اهو كاستر بعد 10 دقايق من دلوقتي عشان نعمل الجلاش. انت دلوقتي عملت ايه بقى؟ حطيت البطاطس عشان تاخد تشويحه. بطاطس مش مسلوقه متقطعه مكعبات صغيره نيه. اوكي تاخد تشويحه مع البصل والثوم وانت متبل البتاع ده وتدخله الفرن. كله هيتحط مع بعضه مع يلا. مكعبين مرقه الاختراع اللي انت لقيته. حط فلفل اخضر شويه فلفل شطه. هي كلمة يخني بالنسبة لي هي أكيد لها أصول تركية يعني. طيب أنت هتحطه دلوقتي حضرتك كله على بعضه؟ شبت مش هحطه كله. أنت هتحطه ياخد تشويحة السي فود ده وبعدين أحطه؟ وأحط كله على بعضه وأحط أقلبه في الفايركس. طب يلا أدخله الفرن. طماطم. حاضر. عايز أطلع فاصل. يلا يا فندم. حط بقى السي فود. أنا هحط بس المرقة الأول أفتفتها. أوكي. عجبك انت موضوع مرقه ال يعني اختراع صح؟ اكتشاف. وانت اصلا مشهور بالموضوع الاسماك دي. هو في ايه انا مش مشهور بيه؟ حول الله يا رب. ليه يا رب؟ هو انا مكتوب على وشي لازم يبقى فيه كده؟ ماشي. انت اللي من اول يوم ايوه طالبه غلاسه. انا؟ صح؟ ابسولوتلي. ده انا الظرف كله. ده انا الطعامه كلها. انا غلاسه يا قدر الله يا راغب. حطينا مرقه نعمل كاستر كتير واحنا متبلين كمان السي فود. طيب بس هنحط فلفل كتير. هتحط فلفل كتير وبعدين هتحط السي فود. وهحط السي فود بس المرقه بس تدوب. طيب اسمح لي اطلع فاصل. اتفضلي يا فندم. ونحطه هناك. انا هحط السي فود واقلبه كله في ده وادخله الفرن. لا انا هشوف احط بس السي فود الاول عشان نشوفها مع بعض وبعدين ترجع تقلب لنا البتاع ده. مش هياخد وقت طويل لانه هو كله تقريبا مش هياخد اكثر من 10 دقائق. نص دقيقة نص ساعة في الفرن. نص ساعة؟ نص ساعة في طب الفرن. طب يلا فاصل بقى عقبال ما انا كمان اعمل لكم الكاستر.
يعني احنا بنحط صويا صوص مش خالص. الله، تحط كريمه. كريمه عشان كده مش هتحط